أفلام ومسلسلات تستحق المشاهدة على نتفليكس الجزء الثاني. بهي السلسلة راح أنزل فيديوهات بتخص الأفلام الموجودة على نتفليكس ومسلسلات كمان بتخص بنتفليكس، بس هذا يعني مو بس رح أحكي عن الأفلام الموجودة بنتفليكس، بس هي سلسلة خاصة بأفلام وأعمال نتفليكس، وهذا الفيديو رح يكون الجزء الثاني. إذا ما شفت الجزء الأول روح شوفه. نبدأ بأول فيلم، وهذا الفيلم ما صار له كتير نازل على نتفليكس. اسم الفيلم هانجر، وهذا الفيلم شبهته كتير بفيلم اسمه ذا منيو شفته من فترة بالسينما. قصة الفيلم تتكلم عن طباخ اسمه بول موجود بتايلاند، والفيلم تايلندي. هذا الطباخ او الشيف ما بيطبخ الا للاغنياء، وما بيروح الا لحفلات الاغنياء بس، وبيعمل لهم اطيب اكل مو موجود منه باي مطعم، وهذا المطعم اسمه هانجر. قصة الفيلم تتكلم عن هذا الشيف، وفي وحده ثانيه بتشتغل بمطعم شعبي. واحد من الطباخين اللي بيشتغل مع بول بمطبخ هانجر راح لهذا المطبخ الشعبي وطلب اكل، وبهذا المطبخ الشعبي في بنت هنيك لسه متخرجه وعم تشتغل بمطعم ابوها، وضعها المادي تعيس نوعا ما، يعني مو غنية وتحت المتوسط. فبعد ما هذا الشخص يروح على هذا المطعم ويطلب أكل، بيشم أول شمة وبياكل أول لقمة وبيعجب الأكل، بيروح لعند الشيف اللي هي البنت وبيعطيها البزنس كارد مكتوب عليه مطعم هانجر. فبتكون قاعدة مع صاحباتها وبتشوف هاي البطاقة، بتحكي لهذا المطعم كتير غالي ومشهور وفيه أحسن طباخ موجود بتايلاند. فالبنت هاي بتروح البيت وبتفتش للمطعم اللي مكتوب عليه هانجر، وبتكتشف إنه هذا المطعم مشهور كتير وفيه أحسن طباخ أو أحسن شيف موجود بتايلاند. بتقدم للوظيفة وبتروح لهنيك، ومن لما تروح لهنيك بيبدأ الفيلم وبتبدأ مغامرة البنت والطباخ. رح نعرف شو قصتهم مع بعض وشو رح يصير بيناتهم. من عند هون بيبدأ الفيلم. الفيلم بعطيه 7.5 من 10، الفيلم جميل جدا ويستحق المشاهدة، ومثل ما قلت لكم شبهته بفيلم ذا منيو، وفيلم ذا منيو انا بعطيه يمكن اكثر بشوي 8 من 10. الفيلم هداك حبيته اكثر لانه كان فيه جانب الرعب، كانوا دمجين الطبخ والرعب مع بعض، فكان شيء جدا جميل. بعطيه لفيلم منيو 8 أو 8.5 من 10، بنصحك تشوفه كمان. الفيلم الثاني بروجكت باور، وهذا الفيلم نزل بسنة 2020، والفيلم هاد من بطولة جيمي فوكس وجوزيف جوردن ليفت، وتصنيف هذا الفيلم أكشن وخيال علمي ودراما. قصة الفيلم عبارة عن قوة خارقة، بس مو مثل ما بنعرفه إنه الناس عندهم قوة خارقة أول ما يولدوا، لا، بهذا الفيلم عبارة عن حبة، لما تاخذ هاي الحبة راح تجيك قوة خارقة لمدة 5 دقائق، بس كل واحد حسب شو الكور تبعه راح تجي القوة الخارقة تبعيته، يعني ممكن واحد تجي قوة خارقة على إنه يختفي، أو إنه واحد يصير جسمه من حجر، يعني يصير صلب ما بيهمه شيء، أو يكون بوليت بروف، أو إنه يطير. بس المشكلة لو ضليت تاخذ هاي الحبة راح يجيك أعراض جانبية، يعني فينا نشبه هذا الفيلم نوعا ما لفيلم ليميتلس. وإذا ما شفتوا فيلم ليميتلس، هذا الفيلم من أجمل الأفلام بالنسبة إلي، يعني من التوب 5 من الأفلام بالنسبة إلي. Welcome to Project Power. Our goal is simple: the next evolution of the human species. You ever taken one of those before? It can make you strong, make you invisible. You never know what your power is until you try it. You push that power, don't you? Yeah. On the streets, they're talking about superpowers, but they're not talking about how one hit could kill you. قصة فيلم ليميتلس باختصار عن واحد بياخد حبة، وهي الحبة بتزيد معدل ذكائك بالمخ، فبتصير تعمل شغلات غير عادية. وهذا الفيلم يعني فيك تحكي نفس الشيء أو نفس الفكرة موجودة فيه، بس ليميتلس أحسن منه 20 مرة أو 30 مرة. You know how they say that we can only access 20% of our brain? This lets you access all of it. They've had clinical trials and it's FDA approved. I just out of curiosity, and that's all. I was blind, but now I see. تقييمي لفيلم بروجكت باور بعطيه 6.5 من 10، وفيلم ليميتلس بعطيه 10 من 10. ونروح هلا للفيلم الثالث الموجود عندنا بالقائمة، إنولا هولمز. تصنيف هذا الفيلم أكشن ومغامرة وغموض، وهذا الفيلم يصلح إنك تتفرج عليه مع العائلة.
يعني ما فيه مقاطع والأكشن فيه خفيف لطيف. فيلم من بطولة ميلي بابي براون وهنري كافل. قصة الفيلم تتكلم عن أخته الصغيرة لشارلوك هومز. بهذا الفيلم راح نشوف مغامرة إينولا وهي عم تدور على أمها بعد اختفائها. ومثل ما متعودين على شارلوك هومز بأفلامه والمسلسلات دائما في قضايا وحل المشاكل، وهذا الشيء أنا كتير بحبه اللي هو حل الألغاز. Now where to begin? My mother named me Enola, which backwards spells alone. And yet, we were always together. And it was wonderful. She was my whole world. Which leads me onto the second thing you need to know. A week ago, I awoke to find that my mother was missing. بهذا الفيلم راح نشوف مغامرة إينولا هولمز وحلها للألغاز ضمن المغامرة. فيلم جميل جدا وبعطيه 8.5 من 10، وإذا ما شفته بنصحك تشوفه في الجزء الأول والجزء الثاني. بنصحك كمان تشوف مسلسل شارلوك هولمز والأفلام تبعونه، راح يعجبوك 100% إذا بتحب هذا النوع من الأفلام. الفيلم الرابع من نتفليكس فيلم تركي اسمه أوه بيليندا. بيليندا adında saçma sapan bir şampuan. Ben çekimde saçlarımı böyle şampuanlarken birden kendimi Handan'ın banyosunda. قصة الفيلم تتكلم عن وحدة مشهورة كتير. طلبوها أن تروح تعمل دعاية، والدعاية لازم تعملها دعاية شامبو. فهي البنت بتوافق على طلب الدعاية وبتروح تعملها. وفكرة الدعاية إنه هذا الشامبو لما تأخذه بيشيل عنك الضغوطات والستريس، لأنه من ضمن سيناريو الدعاية انه هي متزوجه من واحد وعندها اولاد وحياتها مليانه ازعاج وضغوطات والحياه المعتادين عليها يعني. فلما تتحمم بهذا الشامبو كل الضغوطات اللي بحياتها بتروح. ضمن التصوير للدعايه وهي عم تتحمم بالشامبو بصير شيء كثير غريب. Annem, ne duşu bu saatte? Hayırdır? Ne boktan şaka ya? Seteki nerede? Işıkçı nerede? حياتها بتتغير 360 درجة. التمثيل اللي عم تعمله للدعاية بصير حقيقة، يعني هذا بصير زوجة جد وبصير عنده أولاد، وهي بالأصل مرة سنجل يعني مو متزوجة ولا عنده أولاد، وبصير عنده أولاد وعنده شغل، والضغوطات اللي كانوا كاتبينها بالسيناريو بتصير هي حياتها بالحقيقة. الفيلم جميل نوعا ما لأنه عجبني فكرة الفيلم، فكرة هالفيلم ما شايفه أنا قبل. واللي ما عجبني بهالفيلم إنه فيه مقاطع لا تصلح إنك تشوفها مع العائلة. تقييمي لهذا الفيلم بعطيه 6.5 من 10. وهلأ بنكون وصلنا لآخر فيلم موجود عنا بالقائمة، واسم الفيلم برايت، وهذا الفيلم من بطولة ويل سميث وجول إيجرتون. تصنيف هذا الفيلم خيال علمي وأكشن ومغامرة وشوية دراما، وهذا الفيلم تصنيفه العمري 15 وفوق. الفيلم بيتكلم عن البشر والأورك عايشين مع بعض، بس في كراهية نوعا ما بين الأورك وبين البشر. فرح نشوف ويل سميث اللي هو من البشر بيشتغل مع واحد من الشرطة اللي هو الأورك، ومضطرين إنه يشتغلوا مع بعض. وهذا الأورك اللي موجود معاهن الأورك ما بيحبه لأني ما عنده أنياب، والبشر كمان ما بيحبوه ما بتقبلوه لأنه بضل أورك. في يوم من الأيام بيكونوا طالعين بالدورية بتوصل المهمة، بيروحوا لهداك المكان بيلاقوا فيه جنية معها عصاية سحرية، وهي العصاية السحرية إلها قدرات خارقة ولازم ما تقع بإيد الإنسان أو الأورك الغلط لأنه ممكن يعمل فيها شغلات جدا خطيرة. ومن عند هون بيبدأ الفيلم، راح نشوف مغامرة البشري والأورك والجنية. What is it? تقييمي لهذا الفيلم بعطي 7 من 10. والفيلم نزل ب 2017، وإذا ما شفته بنصحك تشوفه لأنه رح تتسلى، والأكشن والفكرة اللي فيه جميلة جدا وتستحق المشاهدة. ولعند هون بنكون خلصنا 5 أفضل أفلام موجودة على نتفليكس الجزء الثاني. فإذا عندكم اقتراحات لأفلام أو مسلسلات حابين نحكي عنها اكتبوا لي إياها بالتعليقات، وما تنسوا تعملوا لي لايك والشير لأنه هذا الشيء رح يدعمني ويرفع لي معنويتي وأضل مستمر باللي أنا عم بعمله. أشوفكم بفيديو ثاني إن شاء الله. إلى اللقاء.